بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة ورحمة وبركة من الآن والأبد أمين. نتابع يا أحبائي تأملاتنا في برنامج منهج حياة، كونوا رحماء فطوبى للرحماء. وقد تأملنا في كونوا رحماء، أولا كونوا رحماء فالرحمة هي تأشيرة الدخول للملكوت الأبدي. في اليوم الأخير ربنا يقول تعالوا إلي يا مبارك أبي رس الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، إلى آخر هذه الآية. ثانيا تأملنا في كون رحماء ليس فقط بالإحسان ولكن بتنمية كل إنسان، ليس فقط بالإحسان على عابر السبيل ولكن بتنمية كل إنسان، وخاصة في المجتمعات الفقيرة جدا. ثالثا تأملنا في كون رحماء بحب وفرح وسرور. رابعا كونوا رحماء متيقنين أن الفقراء هم إخوة الرب الأصاغر. خامسا كونوا رحماء مترنمين من يدك يا رب أعطيناك. لازم يا أحبائي يكون هذا المبدأ مغروس في قلبنا، إن أي نعمة في حياتنا من ربنا وإن إحنا بنعطي ربنا من يدك يا رب أعطيناك. سادسا تأملنا في كونوا رحماء بسخاء بل من الأعواز، بسخاء بل من الأعواز. سابعا تأملنا في كونوا رحماء في الخفاء ومميزين، كما قال معلمنا القديس يهوذا الرسول ارحموا البعض مميزين. ثم بدأنا في تأملنا في بركات الرحمة في حياة الرحماء اللي هي طوبى للرحماء. بركة الأولى بركة لقاء الرب، إن ربنا هو اللي بيستلم العطية من الرحماء، هو القدوس الذي قال كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، حق أقول لكم كل ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. بركة الثانية إن ربنا يبارك في كل أعمال الرحماء وجميع ما تمتد إليه أيديهم، هكذا قال الوحي الإلهي افتح يدك لأخيك الفقير واقرضه مقدار ما يحتاج إليه، لأنه بسبب هذا الأمر يبارك الرب جميع أعمالك وجميع ما تمتد إليه يديك. بركة الثالثة إن ربنا يفيض بالبركة على الرحماء، هكذا قال رب المجد على فم ملاك النبي هاتوا جميع العشور وجربوني يقول الرب إن كنت لأفتح قوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع، حتى لا يوجد اتساع يتسع لها. بركة الرابعة ان ربنا يبارك نسل الرحماء، هكذا قال معلمنا داود النبي كنت فتى وقد شخت ولم ارى صديقا تقول لي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا، اليوم كله يترأف ويقرض ونسله بالبركة. بركة الخامسة ان ربنا يبارك حياة الرحماء بل تكمل بركته، هكذا قال يشوع بن صراخ ابسط يدك للفقير لكي تكمل بركتك. بركة السادسة ان ربنا ينجي الرحماء في يوم الشر. بركة السابعة ان ربنا يحفظ الرحماء. بركة الثامنة ان ربنا يحيي الرحماء. بركة التاسعة ان ربنا يجعل الرحماء مغبوطين في الارض. بركة العاشرة ان ربنا لا يسلم الرحماء إلى مرام أعدائهم. بركة الحادي عشر إن ربنا يعدد الرحماء وهم على فراش الضعف والوجع، هكذا ترنم معلمنا داود النبي الرحوم وقال طوبى لمن يتفهم ويتعطف في أمر المسكين والفقير، في يوم الشر ينجيه الرب، الرب يحفظه، الرب يحييه، الرب يجعله مغبوطا في الأرض، الرب لا يسلمه إلى مرام أعداؤه، الرب يعضده وهو على فراش الضعف والوجع، إنك ما هدت مضجعه كله في مرض. البركة الثانية عشر أحبائي سعادة الرحماء. البركة الثالث عشر إن الرحماء يدبرون أمورهم بالحق. البركة الرابع عشر إن الرحماء قلبهم ثابت متكل على الرب من بداية التجربة إلى نهايتها. بركة الخامس عشر إن الرحماء يرتفع قرنهم بالمجد.
هكذا ترنم معلمنا داود النبي في المزمور 112 وقال: سعيد هو الرجل الذي يتراءف ويقرب، يدبر أموره بالحق، لا يخشى من خبر السوء، قلبه ثابت متكلا على الرب، قلبه ثابت فلا يخاف حتى يرى بأعدائه. قلبه ثابت من بداية التجربة، من أول ما يسمع خبر السوء إلى أن يرى بأعدائه نهاية التجربة، قلبه ثابت متكل على الرب، يرتفع قرنه بالمجد. بركة 16، إن ربنا لا يتخلى عن الرحماء. هكذا قال معلمنا داود النبي في مزمور 37: كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه. ربنا لا يتخلى عن الرحماء إطلاقا. بركة 17 يا أحبائي، أن الرحماء يجدون نعمة وفطنة صالحة في أعين الله والناس. هكذا أنشد سليمان الحكيم مختبرا وقال: لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفطنة صالحة في أعين الله والناس. أما البركة 18 يا أحبائي، أن الرحمة والحق يهديان الرحماء ومخترعي الخير. هكذا قال سليمان الحكيم: أما يضل مخترع الشر، أما الرحمة والحق فيهديان مخترعي الخير. بركة 19، أن الرحمة والحق يستران الإثم. هكذا أيضا قال سليمان الحكيم: الرحمة والحق يستران الإثم والخطية. بركة 20، أن الرحمة والحق يحفظان الملك. سيمفونية الحفظ الإلهي التي للرحماء. البركة 21، أن الرحمة تسند كرسي الملك. أما البركة 22، أن الرحماء يحسنون إلى أنفسهم. هكذا قال سليمان الحكيم: الرجل الرحيم يحسن إلى نفسه، والقاسي يكدر لحمه. منذ عدة حلقات يا أحبائي بدأنا تأملنا في البركة 23 من بركات الرحمة في حياة الرحماء، كيف أن الرب يجازي الرحماء عن معروفهم. هكذا قال سليمان الحكيم: من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه. قد تأملنا يا أحبائي كيف أن الرب يرى أعمال الرحمة غالية جدا في عينيه، فربنا يتسلم العطية، عطية الرحماء للفقراء يتسلمها الرب بنفسه كقرض شخصي لي. من يرحم الفقير يقرض الرب، وربنا يرى أعمال الرحمة أنها معروف من الرحماء، زي اللي يقولك ايه اعمل معروف يا فلان، احنا نقوله لا يا رب ده مش معروف مننا، ده معروف لينا، الرجل الرحيم يحسن إلى نفسه وعن معروف يجازيه. فربنا يجازي الرحماء عن معروفهم. هكذا قال أرمياء النبي: الرب إله مجازاه، يكافئ مكافأة. فالرب يجازي الرحماء عن معروفهم. الحلقة الماضية شفنا ازاي ربنا يكافئ الرحماء عن معروفهم روحيا، وبدأنا تأملنا في كيف ان الرب يكافئ ويجازي الرحماء عن معروفهم معنويا ونفسيا، كيف ان الرب يحفظ الرحماء. نستكمل بقى يا احبائي تأملنا كيف ان الرب يجازي الرحماء عن معروفهم روحيا ونفسيا، وهي بركات الرحمة اللي بنعيدها دايما في بداية كل حلقة. فكما ان الرب يحفظ الرحماء، فالرب يحيي الرحماء. هكذا قال معلمنا داود النبي الرحوم: طوبى لمن يتفهم ويتعطف في أمر المسكين والفقير، الرب يحييه. يعني الرب يحييه، يعني الرب يملأه بالحياة. في إنسان كده يا أحبائي دايما يشعر بالإحباط وبأنه ملوش لازمة، واللي بيسموه بالإنجليزي depression كده. إنما الإنسان الروحي الرحوم ربنا بيجازيه نفسيا ومعنويا، يخلي نفسيته قوية جدا
ويبقى مليان بالحياة. عشان كده رئيس الملائكة رافائيل في حديثه لطبيب الصديق وابنه توبيا قال لهم ايه؟ قال لهم الصانعون الصدقات والاستقامة يمتلئون حياة. الصانعون الصدقات والاستقامة يمتلئون حياة. تخيلوا بقى يا احبائي ان انتم ممتلئين حياة. هي دي ازاي ربنا بيجازي الرحماء عن معروفهم معنويا ونفسيا، يمتلئون حياة. ليه؟ لأنهم يلتقون برب المجد نفسه، رب المجد الذي قال أنا هو القيامة والحياة، الذي قال أنا هو الطريق والحق والحياة. فلما بنلتقي برب المجد من خلال أعمال الرحمة بنمتلئ حياة. تلاقي كده، تلاقي نفسيتك كده قوية جدا ومليانة حياة. دي ازاي ربنا بيجازي الرحماء عن معروفهم معنويا ونفسيا. قلنا ازاي ربنا بيحفظ الرحماء وازاي ربنا بيحيي الرحماء. حاجة تاني، ازاي ربنا بيعضد الرحماء وهم على فراش الضعف والوجع. كلنا بنتعرض لأمراض، كلنا بنرقد. ربنا يعطيكم جميعا كده أحبائي الصحة والعافية كل الأيام. إنما كلنا بنتعرض لأمراض. من ضمن بقى بركات الرحمة في حياة الرحماء، من ضمن إزاي ربنا بيجازي الرحماء عن معروفهم، إن ربنا بيعضد الرحماء وهم على فراش الضعف. بيعضدهم معنويا ونفسيا وروحيا، بيرتب مين يخدمهم فبتكون نفسيتهم قوية. في إنسان مريض ونفسيته قوية وزي الفل، وإنسان تاني مريض ونفسيته في الأرض. فربنا بيجازي الرحماء عن معروفهم نفسيا، لما بيكونوا في أمراضهم بتبقى نفسيتهم قوية. اختبر هذا معلمنا داود النبي وقال إيه؟ طوبى لمن يتفهم ويتعطف في أمر المسكين والفقير، الرب يعضده وهو على فراش الضعف والوجع، الرب يقويه وهو على فراش الضعف والوجع. وبعد كده قال ايه معلمنا داود النبي؟ انك مهدت مضجعه كله في مرضه. كلمة مهدت يعني رتبت مضجعه كله في مرضه، يعني رتبت اموره الروحية وأموره النفسية وأموره المعنوية وأمور مين يخدمه وأموره الطبية من كل ناحية. مهدت مضجعه كله في مرضه. فكانت نفسيته ومعنوياته قوية في المرض، إنها إحدى بركات الرحمة في حياة الرحماء. عشان كده الرب يجازي الرحماء عن معروفهم معنويا ونفسيا. يبقى خدنا ازاي ان الرب يحفظ الرحماء والرب يحيي الرحماء والرب يعدد الرحماء وهم على فراش الضعف والوجع، والرب يملأ الرحماء سعادة. مش بس يملأهم حياة، يملأهم سعادة. فالرحماء يا احبائي الذين تتحرك قلوبهم بالرحمة والرأفة ويعملوا أعمال الرحمة، ربنا يسكب في قلبهم سعادة ما بعدها سعادة. يكفي إن هم بيلتقوا برب المجد نفسه فبيمتلئوا من الفرح الروحاني. هكذا اختبر معلمنا داود النبي وقال إيه؟ طوبى لمن يتفهم ويتعطف في أمر المسكين والفقير. وكلمة طوبى يعني يا لسعادة، يا لسعادة من يتفهم ويتعطف في أمر المسكين والفقير. في مزمور 112 معلمنا داود النبي قالها بمنتهى الوضوح: سعيد هو الرجل الذي يتراءف ويقرب. لو تفتكروا يا احبائي الحلقة الماضية لما حكيت لكم القصة بتاعت أرخن الصعيد اللي كان أول مرة يطلع في زيارة الفقراء، قال النهاردة أكتر يوم حسيت بالسعادة الحقيقية. ليه؟ لأن احنا بنلتقي بالرب. فالرب يجازي الرحماء عن معروفهم معنويا ونفسيا،
انهم بيمتلئوا بالحياه، بيمتلئوا بالسعاده. حاجه تانيه يا احبائي، كلنا بنتعرض لضيقات وكلنا بنتعرض لتجارب. ربنا بيجازي الرحماء عن معروفهم معنويا ونفسيا، انه اثناء الضيقات والتجارب بيكون قلبهم ثابت محفوظ في ايد ربنا من بداية التجربة لنهايتها. معلمنا داود النبي اختبر هذا الكلام فقال ايه؟ سعيد هو الرجل الذي يتراءى فيقرض، لا يخشى من خبر السوء. ازاي بس؟ ازاي لا نخشى من خبر السوء؟ لا يخشى من خبر السوء، قلبه ثابت متكل على الرب، قلبه ثابت فلا يخاف حتى يرى بأعدائه. فالتجربة بتبتدي بمجرد خبر سوء، بمجرد مكالمة مش لطيفة، وبتنتهي حتى يرى بأعدائه. ربما التجربة تاخد شهرين ثلاثة، سنتين ثلاثة، إنما الرحماء ربنا بيعطيهم قلب ثابت قريبين جدا من ربنا من خلال أعمال رحمتهم، قريبين من ربنا من خلال أعمال الرحمة، بيبقوا قريبين من ربنا، قربهم من ربنا، ربنا اللي بيشوفوه من خلال أعمال الرحمة بيديهم الثبات. قربهم من ربنا بيخليهم يتكلوا على ربنا، شايفينه فبيتكلوا عليه، فقلبهم ثابت فلا يخشوا من بداية التجربة إلى نهايتها، من مجرد خبر السوء إلى نهاية التجربة. عشان كده يا أحبائي إن ربنا يجازي الرحماء عن معروفهم نفسيا ومعنويا. نراجع بقى يا أحبائي اللي قلناه، إزاي إن ربنا يجازي الرحماء عن معروفهم معنويا ونفسيا. قلنا إن ربنا يحفظ الرحماء، ربنا يحيي الرحماء، يمتلئون حياة، يمتلئون حياة. قلنا إن ربنا يملأ الرحماء بالسعادة، مش بس يمتلئون حياة، يمتلئون سعادة. قلنا إن ربنا يهيئ مضجع الرحماء في أمراضهم، يقويهم، يعدد الرحماء وهم على فراش الضعف والوجع. قال معلمنا داود النبي إنك مهدت مضجعه كله في مرضه، يهيئ أمورهم الروحية والنفسية، يهيئ من يخدمهم فتبقى نفسيتهم ومعنوياتهم قوية. ده ازاي ربنا يجازي الرحماء وهم في امراضهم. قلنا ازاي ربنا يقوي الرحماء وهم في ضيقاتهم، يبقى قلبهم ثابت من بداية التجربة لنهايتها. كل ده ازاي ربنا يجازي الرحماء عن معروفهم معنويا ونفسيا. تالت حاجة، ربنا يجازي الرحماء في نسلهم، ربنا يبارك نسل الرحماء، فدي مجازاة جميلة جدا جدا. ازاي ربنا يجازي الرحماء في نسلهم؟ الرب إلهنا القدوس إله المجازاة، الذي يكافئ مكافأة، يجازي الرحماء عن معروفهم في نسلهم، فالرب يبارك نسل الرحماء. يقول الوحي الإلهي في سفر التثنية، إن سمعت سمعا لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه، طبعا من وصاياه الرحمة، مباركة تكون ثمرة بطنك. فربنا يجازي الرحماء عن معروفهم في مباركة نسلهم. معلمنا داود النبي الرحوم قال إيه؟ كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. ذرية الرحماء لا تلتمس خبزا أبدا، عمرهم ما هيحتاج. بيقول على الرحيم اليوم كله يتراءف ويقرض ونسله بالبركة، نسل الرحماء بالبركة. ونقرأ يا أحبائي أيضا في سفر توبيد الصديق أن غفال إيل صديق توبيد الصديق عندما رأى طوبيا ابن توبيد قال له إيه؟
يبارك عليك الرب إله إسرائيل، لأنك ابن رجل صالح بار وخائف الله ومتصدقا. لأنك ابن رجل خائف الله، لأنك ابن رجل رحيم متصدق، يباركك الرب. تاني الآية دي أحبائي، يبارك عليك الرب إله إسرائيل لأنك ابن رجل صالح بار وخائف الله ومتصدقا. فالرب يجازي الرحماء عن معروفهم روحيا، الرب يجازي الرحماء عن معروفهم معنويا ونفسيا، الرب يجازي الرحماء عن معروفهم في مباركة نسلهم. وماذا أيضا يا أحبائي؟ الرب يجازي الرحماء عن معروفهم أدبيا واجتماعيا، وهذا هو موضوع تأملنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء يا أحبائي، لإلهنا المجد الدائم الآن والأبد.